يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. لكل سورة في القرآن اسم يميزها. كل اسم هو مفتاح للسورة ومعانيها. قد يقرأ البعض القرآن الكريم كل يوم، وقد يختمه آخرون عشرات المرات في رمضان. لكن كثيرين لا يعرفون معنى التسميات التي تحملها سور القرآن. لماذا البقرة مثلا؟ لماذا الأنفال؟ لماذا هود؟ لماذا الشعراء؟ لماذا الجن؟ حي على الجواب ولك جميل المثاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. صدق الله العظيم. هذه آيات بينات من سورة الفرقان، فيها ورد لفظ الفرقان، فيا ترى لماذا سميت بسورة الفرقان؟ حي على الجواب. بسم الله الرحمن الرحيم، وحي على الجواب على قناتكم قناة الهداف تيفي. أقول لكم رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، في عدد جديد من برنامجكم حي على الجواب، برنامج نسأل فيه المواطنين لماذا تسمى سور القرآن الكريم بهذه الأسماء. لماذا البقرة؟ لماذا الفاتحة؟ لماذا آل عمران؟ لماذا النساء؟ لماذا الفرقان؟ حي على الجواب، لكن بعد الفاصل. ساعات بزاف قرا يطيح عليك، ما تعرفش من وين تبداها وكيفاه ترتب الأفكار اللي تجيك، ما تلحق لحتى نتيجة، ما مدير اللي عليك، راح تحس الدنيا تدور بيك حتى تجيك رامي انرجي درينك بين عينيك. اشربها انت وتحرف الالهام والعزيمة اللي تجيك. رامي انرجي درينك، اقلبها الكتريك. يحط برنامج حي على الجواب رحاله بمدينة وهران الباهية، أو كما يسميها أهلها جميلة المتوسط. وهران مدينة العلم والعلماء، مدينة الأولياء الصالحين كسيدي عبد القادر وسيدي الهواري وإلى غيرهم من العلماء والفقهاء. وأمام هذا المسجد القطب، هذا المسجد الذي تفتخر به مدينة وهران، مسجد عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، وفي وسط مدينة وهران، نجدد لكم التحية على قناتكم
قناة الهداف تي في ومع برنامجكم حي على الجواب. سؤالنا اليوم إخوة المشاهدين، لماذا تسمى سور القرآن الكريم بهذه الأسماء؟ لماذا تسمى سورة الفرقان بهذا الاسم؟ نعم، مع أول مشارك معنا في هذا البرنامج. نعم، مرحبا بك الحاج، تفضل معنا. واسمك؟ محي الدين هواري. الله يبارك. عامل؟ عامل في بلدية وهران. الله يبارك، تشرفنا بكم. اليوم على سورة الفرقان، علاش تسمى بسورة الفرقان؟ سورة القرآن هي الفرقان. الفرقان هي جزء من القرآن الكريم. نعم، الجزء الثاني جزء من الكهف وتهبط. مور سورة النور. مور النور، وفيها زعما فيها كلمات تعبر بأنه تدل أنه الذي يقرأ هذا القرآن سما يحافظ عليه هذا. نعم، الصورة هذه. معنا واحد من طلبة القرآن الكريم، باين على مظهره أنه يحفظ القرآن ومن طلبة القرآن الكريم. معنا، تفضل معنا، اسمك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن من مدينة مستغالم، متمدرس في المدرسة الداخلية للمسجد عبد الحميد بن باديس بوحران. الله يبارك، ما شاء الله. نعم، سورة الفرقان، لماذا تسمى بسورة الفرقان؟ كش ما تقرأنا بداية سورة الفرقان؟ نعم، بصوتك. سورة الفرقان هي من أجمل سور القرآن، وهي سورة مكية، وذكرت فيها كلمة أو لفظ الفرقان 3 مرات في نفس السورة، ذكرت في أول السورة وفي وسطها وفي آخر السورة. مع أحد الطلبة ومع أحد حفاظ كتاب الله عز وجل في هذا البرنامج وفي هذه المدرسة القرآنية. واسمك؟ معك سبعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معك الطالب عابد من الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس بولاية وهران، تحت إشراف الإمام الجامع الإمام والأستاذ والدكتور زبار أبو عبد الله حفظه الله ونفعنا الله بعلمه. أمين يا رب، أمين يا رب. تحفظ القرآن كاملا؟ نعم. الله تعالى أن يجعلك من الذين يقرؤون القرآن فيرتقون بإذن الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا. سورة الفرقان، لماذا تسمى بسورة الفرقان؟ نعم، سميت سورة الفرقان لأنها حوت هذه السورة على 3 مرات. كلمة فرقان حوت هذه السورة على 3 مرات كلمة فرقان، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه هي الإجابة. وسورة الفرقان هي سورة مكية نزلت في مكة المكرمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سورة ياسين للعلم. وسورة الفرقان ذكرت معجزات لتوحيد الربوبية سبحانه وتعالى، منها لقوله تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ولقوله تعالى كذلك ذكر صفات عباد الرحمن، لقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا ما يتميز به حفظة القرآن الكريم، قوة الاستدلال وقوة الحجة. يعني سبحان الله، ما شاء الله، كلما يقول كلمة يستدل بآية ويعطينا آية من القرآن الكريم، وأيضا فصاحة في اللغة. يعني ما شاء الله، نسأل الله تعالى أن يجعل كل أولادنا يمشون ويسلكون هذا المنهج وهذا الطريق. نبارك ونهنئ الطالب من مدرسة عبد الحميد بن باديس مسجد القطب، ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يعينه يا رب العالمين. إخوة المشاهدين، فاصل ونواصل. نجدد لكم التحية إخوة المشاهدين من مدينة وهران الباهية، وأمام المسجد القطب عبد الحميد بن باديس، وبحضور هذه الأطفال الصغار
أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم وأن ينبتهم نباتا حسنا يا رب العالمين. وهذا الأطفال يعني راهم يقرأوا في هذه المدرسة القرآنية التابعة للمسجد القطب عبد الحميد بن باديس. أسأل الله تعالى أن يوفق كل المشرفين من المدير إلى الأساتذة، كلهم أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم على هذه المهام. وأيضا نهني الطالب من مدرسة عبد الحميد بن باديس على الإجابة الصحيحة، ونهدي له هذه الهدايا الرمزية والمتمثلة في صور القرآن الكريم وقصص الأنبياء والمرسلين وقصص أمهات المؤمنين. وهذه الهدايا هي تتناسب مع الشهر الفضيل، شهر القرآن الكريم. وهذه الهدايا أيضا مهداة من طرف دار الأمير خالد، نشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادرة. وهذا في انتظار الجائزة الكبرى التي ستكون في نهاية العدد الحلقات 30، والتي سيفوز بها واحد من المشاركين اللي جازوا معنا في 30 حلقة. نهنئك على الإجابة الصحيحة، ونسأل الله تعالى أن يوفقك إن شاء الله تجمع القراءات كاملا. نسأل الله تعالى أن يوفقك في جمع القراءات. كلمة أخيرة في هذا البرنامج. أولا وقبل كل شيء نشكر قناة الهداف وكل قائمين على قناة الهداف، ومنهم الشيخ حمزة مقدم الحصة، حي على الجواب. ومن هذا المنبر من مدينة وهران أقول لكم رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأمة الإسلامية جمعاء بخير. ونسأل الله تعالى أن يعيننا على صيام نهاره وقيام ليله، وأن يجعلنا من العتقاء من النار إن شاء الله. آمين والحمد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا. إخوة المشاهدين، أنتم لا تستعجلوا للاستماع للإجابة الصحيحة الكاملة بإذن الله تعالى. فاصل ونواصل. ساعات بزاف قراية طحالك، ما تعرفش من وين تبدا وكيفاه ترتب الأفكار اللي تجيك، ما تلحق حتى نتيجة، ما مدير اللي عليك، راح تحس الدنيا تدور بيك حتى تجيك رامي انرجي درينك بين عينيك. اشربها انت وتحرف الالهام والعزيمة اللي تجيك. رامي انرجي درينك اقلبها الكتريك. في حضرة هؤلاء الاطفال الصغار الذين يدرسون في المدرسة القرآنية، نسأل الله تعالى أن يوفقهم جميعا. سؤالنا اليوم كان عن سبب تسمية سورة الفرقان، لماذا تسمى بسورة الفرقان؟ سورة الفرقان سورة مكية ورد فيها اسم الفرقان. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ابتدأ باسم الفرقان. في هذه الآية، في هذه السورة الكريمة، في قصة مر النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه جبريل عليه السلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، فيه ملك واحد من الملائكة مهبطش نهائيا إلى الأرض يريد أن يراك. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يعني يجي. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس، يعني جاءه الملك، قال له: يا رسول الله، إن الله عز وجل يعني راح يفتح لك، يعني حب يعطيك كل خزائن، يعني إذا حبي تطلب أي حاجة في هذه الدنيا، خزائن الأرض، يعني حيعطي لك حوايج اللي ما أعطاها لأي شخص كان، لا أحد من الأنبياء أحدا قبله ولا بعده. فقال له النبي عليه السلام: مرني حب حتى حاجة، أريد الآخرة. فنزلت الآية الكريمة، قال الله تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وفي هذه السورة، سورة الفرقان، هي سورة مكية نزلت بعد سورة ياسين. هذه السورة المباركة ذكر الله عز وجل وحدانية الله عز وجل، وأيضا ذكر في هذه السورة أيضا
كيف خلق الله عز وجل الأرض والسماوات، هذه هي سبب تسمية سورة الفرقان. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من الذين يهجرون القرآن تدبرا وقراءة وسماعا وخشوعا. إخوة المشاهدين، تابعونا يوميا على قناتكم قناة الهداف تيفي، ومع عدد جديد وصورة جديدة. أقول لكم وتختم هذه هؤلاء الأطفال يختمون معكم البرنامج بكلمات طيبة بإذن الله تعالى. قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.